المراكز الاجتماعية موجودة في خدمتكم في جميع محافظات مملكة البحرين. نسعى لتقديم أفضل الخدمات لكم. في المراكز الاجتماعية تستطيع أن تقدم طلباً للمساعدات الاجتماعية، أن تشارك في البرامج والمحاضرات الإرشادية، أن تسجل مجاناً في دورات تدريبية عديدة، أن يشارك أبناؤك مجاناً في برامج أندية الأطفال والناشئة، أن تحصل على خدمة الإرشاد الأسري من متخصصين وغيرها من الخدمات المميزة. ما عليك إلا أن تزور أقرب مركز اجتماعي إليك أبوابنا مفتوحة.